طبعا مش محتاجين نقول لحضراتكم ان يعني ان من ابرز اسماء اللاعبين العرب اللي للاسف كلنا كنا بنتمنى ان احنا نشوفهم في المونديال الحالي، اكيد بنتكلم بصفه خاصه عن نجوم منتخبي مصر والجزائر، لان دول ابرز منتخبين فيهم كم كبير من اللعيبه المعروفين للصحافه الاوروبيه والعالميه. طبعا على راسهم اكيد اهم لاعب عربي في الوقت الحالي النجمنا الكبير محمد صلاح، اسطوره ليفربول وهدافه خلال السنوات الاخيره. ولو تابعنا يعني اغلب التقارير اللي نشرت في وسائل الاعلام عن ابرز النجوم الغائبين عن المونديال هنلاقي اسم محمد صلاح بيتصدر هذه القائمه، واكيد كمان النجوم منتخبنا محمود حسن تريزيجيه اللي سجل حضور مميز الحقيقه في الدوري التركي. برضو كنا نتمنى نشوف محمد النني لاعب وسط ارسنال اللي رجع مره ثانيه لتشكيله الفريق بعد شفائه من الاصابه، الحقيقه كان هيفرق معانا كتير وجودنا في المونديال، لكن للاسف نرجع ونقول هي ركلات الترجيح او ضربات الحظ زي ما بتقال، ما كانتش في صالحنا يوم الماتش الفاصل مع السنغال، كنا نتمنى جدا وجود منتخبنا المصري في احداث وفعاليات هذا المونديال. بص يعني طبعا هيغيب صلاح وهيغيب برضو من الجزائر، لو هنتكلم كمان عندك يعني رياض محرز وعندك اسماء كتيره جدا واسلام سليماني، يعني في اسماء كبيره ومعروفه مشهوره للعالم كله طبعا هتغيب. نرجع نقول للمره الثانيه ده الوضع اللي احنا فيه، طبعا حاجه مش اكيد يعني بسطانة ابدا او حاجه يعني تسعدنا، لكن للاسف الشديد هو ده الوضع. نتمنى يكون فيه الافضل مع قياده طبعا فيتوريا. الوضع يمكن الفتره اللي فاتت ما كانش الافضل ابدا بالنسبه للكره المصريه، لكن في شغل بيتم ولازم ندي كريدت يا كريم برضو، ما ينفعش ان احنا نيجي نقعد ننتقد بس، لان طالما كان عندك مشكله كبيره جدا عندك مشكله كبيره جدا وكان في يعني ثغرات وفي سلبيات والى اخره، لكن المنظومه زي ما بيتقال كده بيتم اعاده ترتيبها مره ثانيه. ليه؟ لان المنظومه لازم يكون من كل الجوانب بتتم تشكيلها بشكل جديد او تنظيمها بشكل جديد، سواء بنتكلم عن لعيبه او بنتكلم عن امكانيات او اداره فنيه او بتتكلم عن معسكرات او بتتكلم عن جداول او بتتكلم عن حاجات كتيره جدا. فانا اعتقد او تحكيم طبعا، انا بتكلم دلوقتي ان كل ده بيتم تداوله وبيتم يعني التركيز عليه، فمتفائلين ان الكره المصريه مصيرها هيكون مختلف شويه، وبالتالي ده يؤثر بشكل ايجابي على طبعا يعني مشاركتنا في المونديال القادم. لكن برضو في الاول وفي الاخر اكيد عندنا حزن، لكن برضو هرجع اقول لك على حاجه نقطه مهمه. انا برضو ما كنتش احب ان انا اشارك زي اللي قبليه مونديال اللي قبليه واخرج على طول، يعني ما برضو دي حاجة مش أفضل شيء، يعني أنا أحسن لي أن أنا ما شاركش بصراحة، ده وجهة نظري، يعني أشارك وأخرج على طول ولا أشارك وأصعد؟ يعني أنا بالنسبة لي لا، يعني كده أحسن لنا بصراحة، لو إحنا فعلا ما كناش هنقدم الأداء اللي يليق بينا كمصريين أو كجماهير مصرية. والسؤال يبقى مطروحا، وإحنا ليه ما نشاركش وبقوة وفعالية ونوصل لأدوار متقدمة كمان من فعاليات الكأس العالم؟ إحنا عندنا منتخب قوي، المفروض ده إحنا دايما بنقول العبارات اللي بقت خلاص مرتبطة ارتباط صريح بالمنتخب المصري، فكرة أسود أفريقيا وحاجة، يعني ينفع أسود أفريقيا وبعيد عن المونديال، لدرجة إن إحنا بقينا إلى حد كبير بقى العادي ان احنا ما نكونش مشاركين في المونديال، ده في حد ذاته شيء عجيب جدا ولا يتماشى بالمره مع امكانيات منتخبنا المصري ومع اسمه ومع ثقله ومع تاريخه الكبير، يعني وصل لمرحله انه ما يصحش يعني يا حضرات. على كل الاحوال يعني تعالوا نروح في كلام بس ماشي، في كلام يعني ده في كلام كتير عشان تحقرن نفسك برضه، لا بس حقرن نفسك برضه، منتخبات زي منتخبات ايه برضه، هم يعني لا مدرسه في كره القدم برضه سابقينك بكتير وفنيات ثانيه خالص وارضيات تانية خالص، يعني برضه يعني متسيده القاره يا هوانا، القاره بس وقاره وحش ما دي نقطه انطلاق، يعني ما ينفعش يبقى كبير افريقيا لا يشارك في كاس العالم. ما هو انا بتفق معاك، انا 100% بتفق معاك طبعا، احنا مش دي المكانه اللي احنا كنا بنتمناها او ان هي تليق بينا ده فرشور، بس لو احنا هنتكلم افريقيا، لو هنتكلم بقى عالميا طبعا لا، احنا محتاجين فتره طويله عشان تبتدي تتكلم ان انت في نفس مستوى بعض المنتخبات الاوروبيه على سبيل المثال، لا الموضوع طبعا مش كده، يعني خلينا برضو نبقى واقعيين ولا ايه؟